نجي الآن إلى موضوع جديد هو الساينسويدز أند فيزرز. المواضيع السابقة أخذناها أكثرها كان عن التيار المستمر دايركت كرنت دي سي. الآن راح ندخل موضوع جديد هو الأي سي الألترنيتنج كرنت. فإذا تذكرون شرحنا الشكل مات الموجتين بالدايركت كرنت والألترنيتنج كرنت. قلنا الدي سي التيار مالته كل فولتيه عبارة عن خط مستقيم ثابت مع الزمن ولا يتغير، لكن الألترنيتنج كرنت هو عبارة عن شكل موجة ساين أو كوساين، فهو متغير القيمة مع الزمن. فهذا الفرق الرئيسي بين الاي سي وبين الدي سي. فأكو تو تيرمز بالاي سي اللي هن الساينسويدز الجيبية and phasers الأطوار، ممكن phase difference فرق تطورها أيضا هم يكون تيرم موجود بالاي سي لكنه ما موجود بحالة الدي سي. فهم خلينا نقول دوائر الاي سي تحتاج هم analysis وهم تحتاج معرفة شلون نفرقها وشلون نميزها وشلون نحلل دوائر الاي سي وموجات الاي سي ايضا وفرق التطور بين ذني الموجات. فان شاء الله مواضيع راح ناخذها الان. خلينا نجي للترم اللي هو sinusoid. A sinusoid is a signal that has the form of the sine or cosine function. فإذا هي عبارة عن إشارة أو موجة تشبه شكل موجة الجيبية أو موجة الكوساين الجيب، تمام، موجة الجيب أو موجة الجيب، تمام. A sinusoidal current is usually referred to alternating current الAC. ما قلنا بأنه من تسمع الAC لازم يجي ببالك بأنه موجة جيبية. ناخذ الجيبية ما لها علاقة بالكوساين، الكوساين هو أصلا مشفت بزاوية 90 درجة فرق عن الساين. فإحنا بال alternating current يجيب بالك الموجة الجيبية. Such a current reverses at regular time intervals and has alternately positive and negative values. طبعا تعرف الموجة الجيبية بأنه بها قمة وقعر، تمام، عندك هذا المحور هذا صفر، لكن هنا اكو قيمة، ان كان فولتية فاكو قيمة فولتية، وان كان تيار اكو قيمة للتيار، وهنا نفس العملية اكو قيمة اكو فولتية للتيار، لكن هاي الفولتية او القيمة للتيار تكون بوزيتيف وهاي القيمة تكون نيجاتيف بنفس المقدار. يعني اذا التيار 5 امبير سالب 5 امبير جوا وهذا صفر، اذا الفولتية 10 فولت بوزيتيف هنا ناقص 10 فولت، تمام، بالنيجاتيف جوا وهذا هو الصفر. فهي متناوبة، مرة قيمتها صفر، ممكن اكو قيم لحظية بهاي اللحظات اذا هذا المحور هو محور الزمن، وهو دائما راح يكون عندنا محور الزمن ان شاء الله. فاذا هاي القيمة صفر عند الزمن صفر فهي قيمة الفولتية او التيار صفر، لكن كما يزداد التيار كما تزداد القيمة توصل الى الماكسيمم او البيك فاليو او الامبليتيود، هذا هو الماكسيمم قيمة الامبليتيود، ويبدي يتناقص الى ان يوصل الى الصفر. هاي النقطة احنا نسميها زيرو كروسينج، زيرو كروسينج، وصل للصفر بس ما انتهى وانما عبر، فهو زيرو كروسينج. وهمين يبدي يزايد لكن بالنيجاتيف لحد ما يوصل ماكسيمم بالنيجاتيف، وهذا هم ايضا البيك لكن بالداون مو بالاب، تمام. فاذا انت عندك هنا امبليتيود وهنا عندك امبليتيود، بس هذا بالبوزيتيف هذا بالنيجاتيف، هذا قلنا بيك. اذا تريد قيمه الفولتيه منا لهنا اكيد راح تتضاعف قيمه الموجب مضروب في 2 كقيمه، فاسمه الى مصطلح يسموه بيك تو بيك، بيك تو بيك، فهذا بيك وهذا بيك، فهي بيك تو بيك من القمه الموجبه للقمه السالبه. فهي مصطلحات لازم تعرفها لازم تحفظها على الموجه الجيبيه. والشيء بالموجه الجيبيه اللي يختلف، احنا قلنا بالدي سي ثابت المقدار مع تغير الزمن، هنا قاعد يتغير مع الزمن. فعندك شغله مهمة بأنه الموجة مالتك الجيبية راح تتردد راح تتكرر مع مرور الزمن. إلى كل موجة كاملة متكونة من جزء موجب وجزء سالب لها قيمة زمن محددة، راح نشوفها اللي نرمز لها بالتي كابيتال. تي كابيتال هي البيريود نسميها الدورة، فترة أو زمن الدورة الكاملة بها جزء موجب زيرو كروسينج جزء سالب لحد ما يرجع للصفر، يبدي من الصفر
تمام للمحور الافقي وينتهي بالصفر المحور الافقي تمام، وانا قاعد اقصد الصفر للمحور العمودي طبعا، بس اقصد يعني ينتهي على المحور الافقي قد ما يكون المحور العمودي مالتك قيمته صفر تمام. فموجة موجب جزء موجب وجزء سالب وينتهي هاي كلها مقدارها تي، وهي هاي الموجة الجيبية الواحدة الساين ويف الواحد يمثل دورة كاملة جزء موجب وجزء سالب إن كان للتيار أو إن كان للفولتية، وهذا الزمن تي اسمه بيريود زمن الدورة الواحدة. طبعا راح نشوف هنا يكون مشروع هذا الشكل بالتفاصيل. خل أجل هاي المعادلة، في الفولتية مثلا الفولتية اللحظية هاي يسموها instantaneous voltage، instantaneous voltage V of T شلون استخرجه؟ اي قيمة لحظية اي نقطة مثلا هنا الفولتية قد هاي النقطة، خل نغير اللون، مثلا الفولتية قد هاي النقطة، الفولتية قد هاي النقطة، الفولتية قد هاي النقطة، قد هاي النقطة، العفو قد هاي النقطة، يعني قاعد نشوف احنا متغيرة مع الزمن. فاذا اريد عند لحظة من ذن اللحظات لازم اطبق هاي المعادلة V of T عند الزمن المعين equal to Vm، Vm مثل ما maximum تمام، Vm هي ال V maximum، اذا تاخذ اعلى قيمة تمام بالبيك الموجب ال Vm. شوف ايش قد هاي قيمتها، مثلا 10 فولت اكتب 10 في sin اوميجا T، sin اللحظة الزمنية اللي احطك اياها، مثلا اقول لك عند الزمن طبعا هاي الموجة الساين، هاي ملاحظة كلش مهمة، موجة الساين الزمن مالتها بحالتنا الطبيعية اذا سمعين احنا الفريكونسي مالتنا الاف 50 هرتز، راح تلقاه على هواي اجهزة كهربائية بانه الفريكونسي 50 هرتز. فعند ال 50 هرتز زمن الدورة الوحدة هو 0.02 سكند، يعني 2% من الثانية تمام، سكند الثانية. فلذلك احنا ما نلاحظها، هو احنا كهربانا الوطنية كهرباء اي سي ساين ويف alternating، فالقيمة قاعدة تتغير مع تغير الزمن. لو كان الزمن بطيء كان ممكن نلاحظها بانه القيمة ترتفع انه بتنخفض صفر انه بتنزل بالسالب، لكن احنا ليش ما نقدر نلاحظها؟ ما نقدر نلاحظها لان الزمن كلش قليل اللي قاعد يتغير بيه 0.02 سكند، 2% من الثانية تمام. فلذلك ما ممكن ملاحظتها بالعين المجردة، لكن هو القيم قاعد تتغير مع تغير الزمن. فأنا من أعطيك قيمة 0.02 من تجي تطبقها يا حتلاحظ بأنه الـ VT مالتك راح تلقاها صفر، من تجي تطبق زمن ثاني مثلا 0.01 0.05 0.0 مثلا 2 هي نفسها مثلا 0.1 أي رقم راح تطبقه 0.005 من يحط لك اياه طبقه بالمعادله راح تقدر تشوف القيمه عند هاي اللحظه الزمنيه المحدده. نعم مكتوب جوا Vm هي the amplitude of the sinusoid، هي الماكسيمم او الامبليتيود مال الساين مثل ما رسمنا لكم اياها، اعلى قيمه بالجزء الموجب مالتك. الأوميجا is the angular frequency in radian over second. الأوميجا equal to 2 pi f. الأوميجا اللي هي الأنجلر فريكونسي equal to 2 pi f. 2 pi 3.14 أو 22 على 7. الاف هو الفريكونسي مع الدائرة مالتي. غالبا راح يكون يا أما 50 اللي هو العراق احنا 50 هرتز، يا أما 60 هرتز. هذني ثابتات يا اما 50 هرتز يا اما 60 هرتز، بعض الدول تشتغل انظمتها فريكونسي 50 هرتز بعض الدول 60 هرتز، لكن انجلر فريكونسي راح يكون 2 باي اف تمام. ال2 رقم 2 في الباي 3.14 في اف اللي هو لو 50 لو 60 او متحصل على اوميجا. الاوميجا تي بشكل عام ثلاثين the argument of the sinusoid، اذا هو هذا اللي راح يحدد منه قيمة اللي راح تنضرب بمن بالماكسيموم، او يحدد القيمة اللحظية مالت الفولتية.